لتكريم المرأة الموظفة داخل مقاطعة مرسى السلطان. طبعا هو يوم اللي كتسيح لنا الفرصة على أننا نشكرهم على الخدمات الجليلة التي تقومنا بها داخل المقاطعة من أجل الخدمة الساكنة، وفرصة طبعا للشكر، فرصة للتقدير أيضا، وفرصة باش نقول لهم على أنهم مازال طالبين منهم مجهودات إضافية من أجل خدمة المواطنين، وطبعا فرصة باش نذكرهم على أن جماعة الدار البيضاء دائما راها تحت الإمرة ديالهم. طبعا لأن الحمد لله اليوم يعني واحد العديد ديال الملفات تم إغلاقها، والموظفين جميعا والموظفات جميعا الحمد لله هما كيشتغلوا اليوم في ظروف ملائمة. أكيد ما عمرنا ما غنحبسوا من الشكر ديالهم، أولا لخدمة بلدهم، ثانيا لخدمة الساكنة ديال مرسى السلطان، فشكرا لهن جميعا بكل احترام وتقدير وإجلال.